احكي لي نكتة. بالطبع، أحب أن أدردش معك. أقصد احكي لي نكتة. أكيد، ما أفضل وقت لشرب الماء؟ عندما تكون عطشان. أريد نكتة مضحكة جدا جدا جدا. حالا، وأرجو أن تكون مضحكة. شاب يحب الهدوء، اشترى سي دي فاضي واستمع إليه. صديقه يحب الهدوء أكثر منه، فاستعار السي دي ونسخه. أخبرني معلومة شيقة. بحسب ويكيبيديا، لدى الماعز بؤبؤ مستطيل الشكل يساعدها على رؤية الحيوانات المفترسة التي تقترب منها. أخبرني حقيقة غريبة. بحسب ويكيبيديا، حوالي نصف ولادات الباندا العملاقة تنتج توائم. دعنا نعود للنكت. هذه نكتة على الطلب. أين يلتقي الخطان المتوازيان؟ في المشمش. أخبرني واحدة أخرى. عذرا، لم أفهم. أخبرني نكتة أخرى. حالا، وأرجو أن تكون مضحكة. قال رجل لأعرابي: أقرضني 20 درهما وأمهني شهرا. رد الأعرابي: أما الدراهم فليست عندي، وأما المهلة فقد أمهلتك دهرا. نكتة أخرى لو سمحت. يمكنني إيجاد الإجابات على الإنترنت. لا لا، أقصد أخبرني نكتة أخرى. المرح ليس من أفضل صفاتي، لكن سأحاول. لماذا لا يحمل المشغل ساعة؟ لكي لا يضيع وقته.